عبد الفتاح جوادي يدخل على خط الحكم الصادر في حق الفنانة المغربية دنيا باطمة. إليكم التفاصيل. دخل الفنان المغربي عبد الفتاح جوادي على خط الجدل الذي رافق خبر رفض المحكمة لطلب النقد التي تقدمت به الفنانة دنيا باطمة فيما يخص القضية المعروفة بحساب حمزة مونبيبي. ونشر جوادي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، قال فيه: حنا تنبغيو نحطموا الانسان اللي باغي ينجح وباغي يوصل. علاش حنا في المغرب كاين حرب بين بعض الفنانين، واحد باغي يطيح الاخر؟ هادشي ما كاينش في البلدان المتقدمة، في البلدان اللي الفنانين ديالها باغيين الخير لبلادهم. وخير دليل الموضوع ديال دنيا اللي وليت تنشوف شي تعليقات فيها كمية غير معقولة ديال الحقد والغل، حشومة وعيب وعار. خاصنا نهزو بالفن والفنانين ونعطيو قيمة للفنانين المغاربة، راه تيبذلو مجهود كبير وما يستاهلوش هاد الكمية من الحقد والغل. راه وليت تنشوف شي حوايج عيب وما خاصهاش تكون. حتى لو كانت هذه السيدة غلطة، المسامح كريم، ربي وكيسامح، عاد حنا ما نسامحوش.